اهلا وسهلا فيك قسيس اسامه راعي الكنيسه الكرديه. هللويا. كنيسه الراعي الصالح. ماذا يفعل الروح القدس؟ كفيلنا، اعطينا هيك بس اختبارين، نبذه شغله صغيره بهالثمان دقائق. مساء الخير، امتياز عظيم جدا لي ان يكون معاكم في هذا اليوم العظيم جدا، يوم حلول الروح القدس، يوم الخمسين. بدي كمل اللي بدأوا فيه الأسس الأفاضل. أسيس ميلاد، صح أسيس ميلاد، حكى عن من هو روح القدس، حكى عن أسيس عفد، حكى عن من هو الروح القدس من العهد القديم. نحن بنعرف أن روح القدس كان يحل على أشخاص معينين في أوقات معينة ثم يغادر. وصلنا للعهد الجديد، بنشوف يسوع، أما الرب فهو الروح. بنشوف يسوع اللي بيقول عنه الكتاب أنه كان يجول ويصنع خيرا، كان يجول ويصنع خيرا، وكان يشفي جميع المتسلطين عليه، المتسلط عليهم إبليس. فبنشوف يسوع وهو بيجول بيعمل عمل الله. يسوع المسيح هو ترجمة قلب الله. ما على قلب الله أن يصنعه مع خليقته، خليقته التي قد خلقت على صورته كمثاله. هذا اللي كان بيعمله يسوع مع خليقة الله. بعدين بنشوف رب يسوع لما بيحكي عن مهمته، بيحكي عن دعوته. بلوقا 4 بيقول 4:18، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. وهذا اللي راح يصير معك ومعك اليوم في اسم رب يسوع المسيح، لأن هذا اللي إجا الرب يسوع المسيح لحتى يعمله وسطنا. إجا الرب يسوع لحتى يعمل هذا العمل معك ومعك. ولكن خلونا نشوف الموضوع بطريقة تانية. القسيس كان عم بيطلب مني نحكي عن مواهب الروح القدس. مواهب الروح القدس إذا بدنا نحكي، راح أحكي بس شو هي المواهب، وراح ركز على نقطة واحدة بس. بكورنثوس الأولى لصحة 12 بيقول فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. هاليلويا. وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد، الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. فأنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. هللويا. يسوع كان يجول ويصنع خيرا ويشفي، يشفي جميع المتسلطين، المتسلط عليهم إبليس. يسوع من بعد ما قام من بين الأموات وهو بيغادر الأرض للسماء أمام أكثر من 500 شخص قال هيدي الكلمات: وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أحبائي، نحن مش راح أحكي عن الثالوث، ولكن نحن لما بنحكي عن الآب والابن وروح القدس الإله الواحد، كل واحد من هاي الشخصيات له دور معين. ومن بعد قيامة الرب يسوع المسيح وصعوده إلى السماء، دور الله اللي معانا هو الروح القدس. ولما نحن بنصلي، ولما نحن بنعمل، ولما نحن بنبارك، ولما نحن بنعمل عمل الله، بنعمله من خلال روح الله المنسكب في قلوبنا. لذلك الروح القدس يوزع المواهب كما يشاء، وعندما يوزع المواهب هناك أشخاص مؤمنين ينالون موهبة الشفاء، موهبة الشفاء. أحبائي، لما الإنسان بيدخل لغرفة العمليات
بيشلحوه كل ثيابه، بيجردوه من توبه. المفروض يدخل إلى غرفة العمليات من دون أي توب دخل فيه، وبيلبسوه توب تاني ويدخل إلى غرفة العمليات لإجراء العملية. أحد الخدام قال: عندما نأتي لمحضر الله نحن نأتي إلى عيادة الله، ولما نحن موجودين في هذا المكان نحن جايين لهون، جايين إلى عيادة الله، لأننا نحتاج تحرير، نحتاج نصرة، نحتاج فك من القيود، نحتاج إلى الشفاء، نحتاج إلى الغفران، نحتاج إلى التحرير. هذا ما نحن نحتاج إليه، ولكن لا يمكن أن ننال ما قد أتينا من أجله إلا إن تجردنا من عدم الغفران. ما بعرف ليش اليوم عدة أشخاص حكوا عن عدم الغفران. لابد من أن نتجرد من عدم الغفران، لابد من أن نتجرد من كبريائنا، لابد من أن نتجرد كل ما لا يشبه الله في حياتنا، لكي نستطيع أن ننال الشفاء، لكي نستطيع أن ننال التحرير. هذا ما يجب أن نفعله. أحبائي، لا يمكن يكون في تجربة الله بده يخلصك منها إلا لحتى يعطيك كلمة لحتى تخدم من خلالها. لا يمكن يكون في عمل صعب، لا يمكن يكون في مشكلة بحياتك، لا يمكن يكون في عندك مرض والله بده يشفيك من هذا المرض إلا والله عنده قصد إن من أنك تبقى تشهد لله من خلال هذا الشفاء اللي أنت نلته من الله. واحدة من أسماء الله هي يهوى رفا. يهوى رفا أحبائي معناها مش الرب شافيك، معناها الرب شفاء. فلما تحصل على خلاص الرب يسوع المسيح وينسكب في قلبك الروح القدس، انت نلت الشفاء اساسا. رب يسوع بيقول: انا هو الطريق والحق والحياة. ورب يسوع ايضا هو شفاءك. الشعب لما انطلع من مصر من عبودية المصريين وعبر البحر، من بعد ثاني نهار لما انفقوا من النوم عطشانين، الدواب بدهم مي، الناس بدهم يشربوا مي، الاطفال عطشانة، فتشوا المي وين؟ ما في. يلا نبات يوم، تاني نهار بنفتش على مكان تاني. بالأخير أحبائي، من كان يقود شعب الله؟ من كان يقود شعب الله في البرية؟ عمود نار. الله نفسه كان يقود شعبه في البرية. ولكن تخيلوا معي، الشعب عطشان، الشعب عم بفتش على المي، الشعب محتاجين المي، الله نفسه قادهم إلى ماء المر. معقول يا الله أنت شايفنا عطشانين؟ معقول أنك أنت شايفنا تعبانين نريد أن نشرب، تأخذنا إلى مياه مرة؟ الله كان يريد أن يعطي لموسى فريضة. خلونا نقرأ بخروج 15. هللويا. خروج 15 ابتداء من 25 بيقول: فصرخ إلى الرب فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. هناك وضع له فريضة وحكما، وهناك امتحنه فقال: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك. اسمعني يا حب، أنت وداخل على غرفة العمليات المفروض تتجرد من توبك، تشلح كل شيء أنت لابسه. بيقول الرب: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، النتيجة شو؟ فمرضا ما من مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شفيك. هللويا. رح خليك تعرف يا موسى، رح أعطيك هاي الفريضة، أن في وقت المر أنا حلاوتك، في وقت المرض أنا شفائك، في وقت الضيقة أنا الوسع لألك، في وقت الاحتياج أنا كفايتك. الله يريد اليوم أن يعطيك فريضة، اليوم الله يريد أن يجردك من كل ما لا يشبهه فيك. قصة ذكرتها هلأ كثير مرات قلتها: شخص دخل إلى حديقة وشاف أحد النحاتين قدامه صخرة كبيرة وبينحت بهاي الصخرة، بيكسر بهاي الصخرة. قرب لعنده قال له:
صار عندي فضول، بدي افهم انت شو عم بتحاول تعمل. قال بدي اصنع من هاي الصخره، بدي انحت بهاي الصخره حصان. فقال له معقول كيف رح تصنع من هاي الصخره حصان؟ قال له بدي شيل من الصخره كل ما لا يشبه الحصان. والله اليوم ونحن جايين بهذا الايمان ان يزيل الله من حياتنا كل ما لا يشبهه، يخرج الله من افكارنا كل ما لا يشبهه، يشيل الله من قلوبنا من اهداف حياتنا كل ما لا يشبهه من خلال روحه القدوس الساكن فينا. الله يريد ان يعيد. تعرفوا الله شو بده يعمل؟ لما بنقول الله شافي يعني الله الذي يريد ان يعيد كل ما قد خرب الى ما كان في بدايته. ونحن خليقة الله التي قد وضعت في الشرير، التي قد فسدت بسبب الخطية. الله يريد، الله عمل عمله، الله مات على الصليب وقام من بين الأموات وأرسل روحه ليسكن في كل من يؤمن به من أجل أن يعيد خليقته كما كانت، أن يعيد هذه العلاقة التي سلبت. الله اليوم بده يرد لك ما سلب منك، يرد لك ما سلب من بيتك، من فكرك، من حياتك، يرد لك ما فقدته في أشغالك. في اسم رب يسوع المسيح اليوم الله بده يعيد لك حياتك التي قد سلبها منك إبليس. إلهنا حي. أحد القصص أصحابي كان دائما بيقول لما بيروح لعنده حدا بيقول له يا أسيس العالم خربان، بيقول له يسوع حي. بيقول له يا أسيس في مرض، يسوع حي. في احتياج، بيقول له يسوع حي. وأنا اليوم بدي خبرك يسوع حي. كان الأسيس بيقول يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد في اسم يسوع. يسوع الذي كان يجول ويصنع خيرا ويشفي هو اليوم أيضا يجول في وسطنا. روح الله موجود معانا يجول. ما في داعي أنه حدا منا يجي ويحط إيده عليك ويأمر في اسم يسوع حتى تشفى. يا روح الله يجول في وسطنا. كل من يؤمن ينال الشفاء، كل من يؤمن ينال التحرير، كل من يؤمن ينال هذا التحرير، هذا الشفاء من يد الله. تعالوا نوقف مع بعضنا يا أحبة، تعالوا نوقف مع بعضنا ونصلي بإيمان. إن آمنت ترى مجد الله. خطوة إيمان نعملها مع بعضنا البعض. إذا عندك مرض، إذا عندك مشكلة، إذا عندك مرض حط إيدك على مكان المرض. إذا عندك مشكلة سمي المشكلة، سمي الخطية اللي موجودة في حياتك، سمي القيد اللي موجود في حياتك، سمي الجبل اللي موجود في حياتك، سميه أمام الرب. قل له يا رب هذا هو الجبل يلي ما عم ينزاح من حياتي. عندك مرض حط إيدك على المرض. روح الله الذي يجول في وسطنا يريد. أتريد أن تبرأ؟ حط إيدك على مكان المرض، سمي المشكلة اللي عندك. ونحن نأمر في اسم رب يسوع المسيح كل مرض الآن يزول في اسم يسوع المسيح. كل ضيقة، كل قيد ينحل الآن في اسم رب يسوع المسيح. شفاء من يد الرب الآن، تحرير من كل قيد. أعلن معي في هذه الكلمات، أعلنها بصوت عالي. إلهي يسوع حي. أعلنها بصوت عالي بإيمان. إلهي يسوع حي. إلهي يسوع قادر. يسوع هو شافية. يسوع هو معاي. يسوع ساكن في. أنا الآن مشفي في اسم رب يسوع. أنا محرر من كل قيد في اسم رب يسوع. أنا مغفورة خطاياي في اسم رب يسوع. أباركك يا إلهنا، نباركك لأنك أنت إله عظيم ترد لنا المسلوب في اسم يسوع. ترد يا رب كل ما سلب من شعبك. هاليلويا. نشكرك يا أبونا السماوي لأنك أنت لازلت تجول وتصنع خيرا، لازلت تجول وتشفي وتحرر. هاليلويا. نباركك يا أبونا السماوي من أجل هذا اليوم الذي فيه تجعل أن اسمك يتمجد في اسم يسوع. تجعل يا رب أن كل العيون تكون شاخصة نحوك، يكون يا رب
المجد كله لك أنت. طالبين يتمجد اسمك في حياتنا، في حياة شعبك. طالبين يا رب تحريرك في وسطنا. طالبين يا رب أن شعبك، شعبك الماثل أمامك يا رب الآن ينال حرية، ينال شفاء، ينال غفران في اسم يسوع المسيح. هللويا. نباركك يا إلهنا، نباركك لأنك أنت هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. كنت تشفي وتحرر وتصنع خيرا، ولا زلت تعمل بل وتعمل أكثر بروحك القدوس، بروحك القدوس الساكن فينا، بروحك القدوس العامل في وسطنا. أشكرك يا إلهنا ونعظم اسمك.